هل من السنة أن يقرأ بشيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الظهر والعصر الأخيرتين؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري أنه قال: لا أعدو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين، يعني أكتفي بالفاتحة في الثالثة والرابعة. فقال عمر: هذا هو الظن بك أبا إسحاق. فالأصل السنة أن الثالثة والرابعة في العصر، والثالثة والرابعة في العشاء، والثالثة في المغرب، أنه يكتفى بالفاتحة، يكتفى بالفاتحة. فإن قرأ غير الفاتحة يعني مع الفاتحة في الثالثة والرابعة لا بأس، لا بأس، ولكن لا يتخذها سنة. جاء في حديث المقداد أنه قرأ في الثالثة والرابعة ولكن فعلها مرة أو مرتين. أما الأصل الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، ولو قرأ بين فترة وأخرى يعني سورة قصيرة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.